بسم الله الرحمن الرحيم. العراق معروف بالتبدل، يريدون يبدلون عبد إلى عبد. صدام كان عبدهم وأسوأ من عبدهم، هم جاؤوا به. أنا شخصيا سمعت من إذاعة بغداد إبان كنا في العراق، علي صالح السعدي هذا كان وزير الداخلية أول ما جاء البعث إلى الحكم، أنا شخصيا سمعت منه في الإذاعة قال جئنا إلى العراق بقطار إنجلو أمريكي بالنص. جماعة كانوا بعدين أيضا وقت اللي أنا استمعت إلى الإذاعة قلت له هذا ما ذكر الكل، بقطار إنجلو أمريكي إسرائيلي. أنا علقت هذا التعليق. واقع صدام عبدهم جاءوا به، وجاءوا به لشيئين: الأول إذلال العراقيين لأنهم حاربوا بريطانيا في ثورة العشرين، الشيء الثاني يأكلون فلوس العراق، هذا مستعمر، هذا شأنه. فبعدين صار صدام، كان أحمد حسين البكر وصار صدام. أحمد حسين البكر جاء إلى كربلاء، أنا أذكر في أيام كنا في كربلاء جاء هو وحردان التكريتي، كلش عادي جاءوا. حردان كان وزير، أحمد حسين رئيس. جاءوا إلى كربلاء لأن يحلف بالعباس لا يخون أحدهما بالآخر. وأذكر في ليلة اللي أجوا صبح تلك الليلة خدم العباس جاءوا عندي ونقل القصة، كل واحد منهما وضع يده على ضريح العباس وحلف، وكلاهما خان، والعباس قتل حردان في الكويت وقتل أحمد حسين بكر في العراق، قتله صدام، قتله أحمد حسين بكر. راد يطلع صدام، ذهب إليه ودعاه وقال لأنك مريض لازم يضربوك إبرة، ضربوا إبرة وقتلوه نفس صدام. أما حردان قتله أحمد حسين بكر، قتله في الكويت. أنا رحت للكويت أروني مكان قتله أمام مستشفى الكويت. على كل كلاهما خان وقتل كلاهما. الكلام أنه الآن يريدون تبديله، بعد وجهه واضح صار، الغربيين يريدون وجه غير واضح في بلادنا. بين وجه واضح، اجي باسم العربية، باسم القومية العربية الاشتراكية، وهالأسامي اللي أكوتهم الآن يريدون تبديله كما يقولون، الله العالم لا شك فيه. إذا بدل كلامنا هنا، إذا بدل صدام واجب أن يكون في العراق خمسة أمور: الأمر الأول أن يكون الإسلام هو الحاكم، ما أقصد حكومة إسلامية أبدا، أقصد شيء اللي أنا شفته في العراق قبل 60 سنة، العراق هالشكل كان، القوانين اللي وضعها نفس رسول الله من غير النظر إلى السنة أو الشيعة. أحد القوانين: الأرض لله ولمن عمرها، وهذا القانون إحنا الطلبة نقرأه في كتاب الشرائع، في كتاب شرح اللمعة، في كتاب الجواهر، في كتاب الحدائق، في كتاب المستند، في كتاب مصباح الفقه. هذا القانون موجود عن رسول الله شخصا. الهواء مباح، نور الشمس مباح، الماء في حوشك امتح الماء من بئرك مباح، كلها لله. وبالإضافة إلى ذلك الأرض لله ولمن عمرها. هالنص إحنا قرأنا في الشرائع قبل
أكثر من 50 سنة نفس هذا النص قانونا وضعه رسول الله ونقله الشيعة والسنة عنه، لأنه قبل الرسول كانت الأراضي بيد الفرس أو الروم، وكلاهما كان يقولان الأرض لنا مثل هسه. الرسول أبطل هذا القانون. ذات مرة صعد المنبر الرسول وقال الأرض لله ولمن عمرها، وأضاف ثم إنها لكم مني أيها المسلمون، أرض لكم، أباح الأرض. أكو في الحديث، وأنتم كلكم طلبة تجدون هذا الحديث وشوفوا، وقت اللي نزل النبي عن المنبر هو يفرحوا المسلمون، وذهبوا أطراف المدينة، هذا يأخذ قطعة أرض يصنعها بستانا، هذا يأخذ قطعة أرض يصنعها دارا، هذا يأخذ قطعة أرض يصنعها رحم. أطراف المدينة أمر بالصور الجديد السريع، أطراف المدينة الأرض لله ولمن عمرها، هذا هو. هذا القانون لازم يرجع للعراق. أنا أذكر هذا القانون كان في العراق قبل 60 سنة، هذا القانون كان في إيران وفي العراق. في إيران غيرها البهلوي، البهلوي غير هذا القانون، سوى الأرض ملك للدولة. بعد ذلك صنع في العراق، في العراق متأخر صار، قبل 50 سنة صار. أذكر أنا قصص هذا القانون، ما أريد أطول عليكم. كان عندنا ولعل بعضكم يعرفونه شيخ محمد فرجي، هذا كان عالم. فرد يوم قال لي أنه تعال لحوشي، قلت بأي مناسبة؟ قال عندك رأي، هاي قبل 50 سنة هالقصة. قلت ميخالف، رحت لحوشي في وقت القراءة. حوشي كان بمقدار هذا الحياة اللي تشوفوه. سألتني إن أنا شخصيا كم متر؟ قال 800 متر. 800 متر إيش كثر صنعت لحوشك فلوس صرفت؟ قال 800 فلس، يعني أقل من دينار. 800 فلس ذاك اليوم 800 خبز، لأن كل خبز فلس كان أنا كنت أشتري. قلت أي مناسبة 800؟ أنا قلت له أرض في كربلاء في النجف كان مجان، كل فلوس ما يأخذون، أرض مثل الهواء، أحد يأخذ منك فلوس الهواء تتنفس للشمس؟ لا، أرض كان هالشكل. فقلت له لعدي 800 فلس أي مناسبة؟ قال في الحقيقة أنا سويت بنفسي لبن، الآن أنا مسوي مجان في بيتك، وأهل 800 فلس اعطيت لأجفر عمله، هذا العمل رصف كل الفلوس مال حوش 800 فلس. حوش ذاك اليوم قبل 50 سنة في العراق 800 فلس، هذا هو. لهذا كل إنسان عنده حوش. كان عندي صديق شيخ إبراهيم في الكويت، كان من أصدقائنا في العراق. هذا شيخ إبراهيم الله يرحمه هو صنع حوش بنفسه، ودعا أنا وشيخ صادق إلى زيارته. الآن أكثر الشباب أنا شخصيا أسألهم الدكتور يقول لا، لماذا؟ لأن ما أملك حوش. واضح البهلوي الأول اللي صنع هذا القانون أولا في إيران، في إيران ما كان قانون، وبعدين الغربيين هم، هو عميل كان أيضا الاستعمار البريطاني، وقت اللي ودوا أخير إيران على البحر ركبوا تهلوي في مذكرات، مكتوب مذكرات اللي بتك كتبتها. هذا لما وصل إلى أن يركب البحر هنا في بوشيه ما أدري هالأماكن، يقولون وقع على الأرض تهلوي هو الملك، وقام يأكل التراب ويبكي، ركبوا سفينة ودوا. أي نتيجة هسئت اللي تمنعون الأرض؟ أي مناسبة؟ هل لكم الأرض؟ لا.
خلافا لله وللرسول الصريح. هذا لازم إن شاء الله إذا رحنا إلى العراق نهتم دعاية وكتابة. يسألون من غير أيضا، كل كبار العراق يعرفون هذه القصة، أن الأرض لله ولمن عمرها لازم يعود، هذا قانون رسول الله، هذا واحد. بس أنا ما أريد أعدد قوانين رسول الله كلها، كم قانون اللي جعل الناس في ضيق. قانون ثاني الرسول جعله، القانون الثاني يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. تروح تأخذ سمك لك، تروح تشيل ملح لك، تروح معدن تشيل لك، وإلى الآن هذا قانون رسول الله، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة لا يتغير أبدا، وكل تغيير في قانون الله يسبب الضيق. إحنا كانوا يجيبون اللي ملح في العراق، في كربلاء اللي إحنا كنا مكاننا أكو ملح، أكو معدن ملح، واحد في الرزازة ملح، كل الناس كانوا يشيلون يجيبون. مكان قريب الإخيضر، قريب الإخيضر كان في الصحراء، أنا مشايفه هالثاني مو الرزازة، أنا الرزازة ما شفت، أنا رحت إلى إخيضر شفت هذا المكان في صحراء أبيض، صحراء طويل أبيض ملح. ناس يروحون يشيلون هذا الملح، إحنا كنا نشتري منهم، أكلنا في هالكبر ملح بعشر فلوس، عشر فلوس ذاك اليوم القوة الشرائية لها عشرة أخباز، لأن كل خبز فلوس كان. أنا كنت بس أنا ما أشتريها، أهلي كانوا يشترون، يعني أهلي والدتي كانت تشتري، لأن النساء كانوا يشوفون. بس عبد الكريم قاسم إجا أول عميل الاستعمار البريطاني، فورا هذا الملح صار دينار، كم ضعف؟ 100 ضعف. السمك هم كان حلال، كل واحد يصطاد سمك. كربلاء 3 أطراف أسماك أكو، طرف في طواريج، والطرف في سدة، والطرف في رزازة. ناس يروحون يشيلون سمك يجيبون ونشتري. احنا كنا ذاك الوقت 10 أشخاص، والدتي ووالدي وإخواني وأخواتي، أنا مو متزوج بعد، أنا كنت أتسوق لهم سمك نشتري ليكفي 10 أشخاص، احنا 10 في الحوش. سمك هالكبرى خان مخضر، يمكن تعرفوه، يم خان الأسماك، أنا كنت أشتري هناك خان السمك هالكبرى 10 فلوس. عبد الكريم إجا منع، لأنه كان وطني جدي، منع السمك. هالأسبوع اشتريت، احنا كل أسبوع نشتري سمك يوم الأربعاء، عند الناس مشهور. هالأسبوع اشتريت 10 فلوس، الأسبوع الثاني اشتريت 250 فلس، يعني 25 فرد مرض صار ضعف. وعبد الكريم قاسم شنو سوى؟ الأسماك هيش أسماك تجي للبحر، حتى تروح للبحر، النهر نرفرات دجلة وتروح للبحر، هذا ليه السعشك. أنا عبد الكريم ما استفاد من هذا القانون، وقتلوه بعد، يقين قسم منكم شفتوا وقت اللي قتلوه عبد الكريم، جابوه عبد الكريم قاسم، جابوا ورا التلفزيون وفرد جندي، راسي كان مدنك، فرد جندي أخذ بشعره، رفع شعره طاق طاق طاق، خلص هذا هو. هاي نتيجة نزل أحكام غير الله، هالقوانين لازم تعود، هذا هو قوانين إسلامية ومذكورة في كل كتبنا، يعني مو فرشي اللي مندري فرد حكم في أخير ديات أو كذا، لا أبدا، في كل كتبنا موجودة، في كتب السنة، السنة نفس الشيء، لأن نفس الرسول قال هالقوانين. إذا صار العراق مستقلا بإذن أي واحد كان، لازم قانون الإسلام يعود، وإلا في ضرركم، في ضررنا، في ضرر الكل. هذا والذي يسن قانونا غير قانون الله أيضا هو يتضرر، كما رأينا تضرر عبد الكريم قاسم، تضرر أحمد حسين البكر،
تضرر عبد السلام، تضرر عبد الرحمن، طلعوا برا إلى تركيا، كلهم تضرروا. في إيران نفس الشيء، في إيران البهلوي الأول تضرر، بعدوا إلى موريس فرد قرية في إفريقيا وقتلوه هناك. بعد الشاه إيران شاه الأول شاه الثاني بعد، بعد شفتوه بعد تذكر، بعد إلى مصر وهناك قتلوه، قتلوه بالميكروب السرطان، شاه قتلوه. هاي نتيجته. لازم قانون العراق يصير قوانين إسلامية مذكورة ومعترف به عند الجميع، هذا الأول. الثاني لازم حكومة العراق حكومة شيعية، أكثرية العراق شيعة. أمريكيين يقولون أكثرية العراق 65% شيعة، أما حسب علمنا وإحصائنا 80 شيعة، 80% شيعة في العراق، 11 سنة غيرهم، 9 مسيحيين يزيديين يهود هذول، يعني 80% شيعة. وين حكومة شيعية؟ أبدا بوكو. لماذا؟ لأن الاستعمار البريطاني هذا يريد. فالدعاية منكم يفيد هذا الشيء، إذا سويتوا دعاية كل واحد يسوي دعاية، يقولون لفرد درويش، لعله شفت فرد درويش، درويش قال له اجمع دكانه، قال اه دكانه فمه، الدعاية عن دكان الإنسان فمه يحشي. هذا قانون الإسلام كان، هذا كان في زماننا، يعني مو ألف سنة قبل، كان في زماننا ورعيناها هالمواضيع. الأول قانون إسلام لازم يجرى في البلاد، الثاني لازم حكومة شيعية، الثالث لازم يصير أحزاب حرة. أحزاب حرة ديكتاتور يعني شنو؟ كل العالم أنا أحزاب حرة، هند أحزاب حرة، ما أدري لندن، باريس، كل مكان أحزاب حرة، دنمارك، كل مكان. بس في العراق لازم واحد صدام يحكم، ولازم الناس كلهم تبعون له. وشنو هو صدام؟ فرد رجل ريفي قروي، اكو فرد قرية قريب تكريت، في هالقرية تسمى اوجه، صدام بن اوجه لا اكثر ولا اقل. تكريت انا شخصيا رايح، انا سيد برضه القزويني كان مسجون في، يعني مو بعد في تكريت، احنا رحنا في السيارة اخذنا ورحنا الى سيارة كبيرة، يعني تقريبا 50 واحد كنا، رحنا هناك. هذه القرية لا بي باي، لا بي كهرباء، يعني سيارة، لا بي اسفالت تبليد، كل شيء باكو. هو سيد مرطة كان نازل على فرد واحد اسمه ابو الحكم او حكم، ما اذكر الان، انا شفته. هذا في غرفته هالكبر كان، اللي تقريبا كلنا رحنا، سمرضى كان قال في غرفتي ما كان عنده كهرباء، خلي نفطية، هذا هو اللي منشوف بعضنا بعضا، نفطية بعد نفطية تعرفون شنو، تكليف هذا هو، صدام ما هذا هو، لا دارش لا فاهم لا منتخب لا أي شيء، وإن قوة فقط. الشيء الثالث لازم يصير أحزاب حرة، وأنا أذكر الأحزاب الحرة في العراق في أيام الملكيين كانت الأحزاب حرة. أنا شخصيا ما أنقل عن أحد، رحت إلى رئيس الوزراء شخصيا، أنا وجماعة من أصدقائنا سلمحون علي الطباطبائي وجماعة، كنا رحنا يمه في بيته، بيته كان في بغداد في كسرة، فالأمر ديني كان، رحنا يمه في أيام والدي الله يرحمه. سيد محمد الصدر رئيس الوزراء، ما ذهبنا إلى إدارته، ذهبنا إلى بيته، بيت العادي. حقيقة صدقوا أن بيته أسوأ من هذا البيت، حقيقة صدقوا، أنا شفت. والذي هو في قاعية الغرفة كمبر رايحهم مو قوي كان، هو هم كان دايم على السرير ومريض، كان على قريولك على اصطلاحه، خلوا كم
كرسي لنا وقعدنا احنا. هو كان بارد صوب، كان الباب الغرفة كان مفتوح. هو سيد محمد علي طباطبائي قال لي لماذا بابك مفتوح باب الغرفة؟ قال فرد هرة جاي تحت قريولتي احتراما له انا مخلي الباب مفتوح. سيد محمد صيد قال لي إلنا بالذات. في الحقيقة احنا قاعدين الهرة جاءت شفناه، يعني حل بساطة في أيام الأحزاب الحرة. الآن صدام سوي 100 قصر، أنا شفت القصور ماله، مو شفت رواحا وإنما شفت بالتلفزيون. أنتم أخذوا تلفزيون وشوفوا 100 قصر، كل قصر بين مليار، بين مليارين، بين 3 مليارات، على شنو؟ على شهوة فقط. هذا معنى عدم الأحزاب الحرة الدكتاتورية الوحدوية، هذا معنى قدر. كان عندنا فرد واحد يمكن بعض الإخوان شايفيه، فؤاد عارف، هذا كان وزير عبد الكريم قاسم، كردي كان وصديق إلي، صديق إلي. أنا فرد مرة رحت جامعه وأجب يعود الزيارة إلي، يقول هو اختلف مع عبد الكريم قاسم وانفصل عنه. يقول هو يقول، أنا كاتب هذا الشيء أيضا، يقول رحت إلى لندن، قلت لوزير الخارجية البريطاني شنو كان مشكلة العراق حتى بدلت العراق إلى عبد الكريم قاسم. هو يقول، هو صديق عبد الكريم كان بعدين انفصل عنه. هذا فؤاد عارف كردي كان بسيط. قال الحقيقة في أيام الملكيين، هو يقول وزير الخارجية قال لي احنا نريد فرض قانون في العراق، يودون المجلس مجلس الأمة بعد مدة حتى يروح على مجلس الأعيان، مدة بعد مجلس الأعيان يعطى الإذاعة والصحف، فرد مدة 6 أشهر بالإذاعة والصحف وتداول قول وكذا، بعد ذلك أخيرا يعطى للملك، بعد ذلك يصدق بعد إصلاحات كثيرة. فؤاد عارف نقل لي عن وزير الخارجية البريطاني، يقول الآن جناب عبد الكريم قاسم بالليل أخابر فلان في بغداد، يقول عبد الكريم قاسم ما كان صبح قانون خلاص. قال احنا حقنا شنو معنى سنتين ان القانون يطول قانوننا؟ صدموا نفس الشيء، جابوا نفس الشيء يصنع، يعني كل دكتاتور هكذا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل الحكم شورى في القرآن، امرهم شورى بينهم. الرسول بنفسه جعل الحكم بين مهاجرين وأنصار، مع العلم كل فرق ما عندهم هذول، لا صلاة لا صوما لا حجا لا خبز، كل شيء ما عندهم فرق حتى يتنافسه. جعل الحكم أحزاب بهالنص. جماعة منكم أهل العلم راجعوا شوفوا في الجواهر، في المسالك، في جامع المقاصد، لكن كبار فقهاءنا كاتبين هذا الشيء في كتاب السبق والرماية، هذا هو موجود هذا الشيء. الرسول جعل الحكم أحزاب، فلازم إذا إن شاء الله رحتوا للعراق وقبل رواحكم للعراق انشروا هذا الشيء، لازم يصير الحكم في العراق أحزاب. كم واحد صار؟ 3، حكما إسلاميا، حاكما شيعيا، الثالث أحزاب، هذا 3. الرابع لازم حوزات النجف، كربلاء، هالأماكن تبقى حوزة حرة كما رأيناها، حوزة كان يأتي من كل مكان إلى الحوزة في النجف، في كربلاء، في السامراء أيضا، في كاظمية مشوية كان مو قوي حوزته، لكن سامراء قوي. صدام هدم مدرسة سامراء، يمكن قسم منكم شفتوا مدرسة كلش كبيرة كانت،
صدمها دمها. فلازم الحوزات الشيعية تعود للعراق. الحوزات قطع النظر عن أنها علم، عن أنها فائدة، عن أنها فلوس. الحوزات كلهم من الدنيا تأتي إليها الفلوس، يعني أقوى قوة اقتصادية للبلد حوزة. في النجف في أيام السيد محسن حكيم الله يرحمه كان 12,000 طلبة كان في النجف. حوزة أزهر صارت هالشكل، حوزة زيتون صارت هالشكل، حوزة فلان مكان صار هالشكل، أبدا، بس حوزة النجف. لأنه صدام الجماعة أناس أخرجوا كل أحد، طلبة كلهم، طلبة علماء خطباء شعراء كلهم أخرجوهم. وبس أنه إيراني، بينما مو إيراني، نصفهم أنا أعرفهم مو إيراني، العرب. بس منهم 1000 سنة في العراق، بس منهم أكثر أقل، جبيديين ما أدري شنو، كلهم أخرجوهم. لأنه بريطانيا ضد العراق، لأن علماء العراق هم الذين أفتوا بإخراجه قبل 80 سنة في حرب ثورة 20. فالضروري الشيء الرابع أن الحوزات تعود، يعني قانونا لازم تعود. قطع النظر عن القانون فائد البلد. استدعنا عن أنه علم مو علم، ثروة للبلد. العلماء صدق ثروة للبلد، ثروة معنوية بعلمهم بدينهم بتقواهم بهدايتهم بإرشادهم، وثروة مادية بفلوسهم، سيل فلوس يأتوهم. أنا كنت في كربلاء، تذكرون أغلبكم، سيل فلوس كان يأتيني من الكويت، من البحرين، حتى من لندن، حتى من أمريكا، فلوس يأتيني، كل واحد خمس يعتقد يطي، كنا نوزعه على الناس. مو بس أنا، كل واحد عالم هالشكل في البلد، كل خطيب هالشكل، كل خطيب يطيو فلوس الناس، شو هذا؟ كلهم أخرجوهم. حركة بريطانية استعمارية معاندة، لازم يريدون يبدلوا عبدا إلى عبد آخر. لازم ما يخالف يبدلوا ولا يبدلوا حوزة إيش؟ لماذا؟ شاه إيران كان كلش سيء، لكن ما شاه إيران فريد يوم واحد في قصره ينقل لي، يقول هواي منزعج من سيد البروجرد اللي في قم كان، لأن سيد البروجرد صد كان ضده. يقول فريد يوم عند الوزراء اشتكى شاه عن سيد البروجرد، قال هذا هو يعذيني، شخص تعبير الشاه، كل قانون اللي أصنعه يقف قدامي. فرد واحد من الوزراء قال للشاه كلش رشيد هذا، سيد البروجردي يريد يروح للنجف، كان يريد سيد البروجردي، الشاه كان مانع يروح. إذا أنت ما تريد البروجردي كلش بسيط، خليه يروح للنجف، هو يحب يروح للنجف. الشاه قال لا، هذا هو ينفعني. قال شلون ينفعك؟ قال أي شيء اللي غربيين يريدون مني أقول الشيء البروجردي ما يخلي، خلص، يعني حتى هذا الشيء ينفع، ولا هذا ما أطاع جزيره. ثم سيلف الآن في قم، سيلف فلوس. هذا الرابع، حكومة إسلامية قوانينها، حكومة شيعية، أحزاب حرة، الحوزات العلمية تبقى كما كانت حرة. الخامس، العتبات المقدسة حرة. عتبات المقدسة، أي واحد يحب يزور نجف، كربلاء، كاظمية، سامراء، خليش يزور. لعل أكثركم تذكرون هذا الشيء، كان ناس يجون، يعني كلش طبيعي، كلش طبيعي. إيرانيين كانوا يجون، هنود كانوا يأتون كما يحبون. صدام لأجل فلوسه 400 دولار يأخذ من كل واحد يريد يزور، هذا غير المشاكل الأخرى اللي أكو. الشيخ عبد الحسين الخطيب أحد العلماء في كربلاء، أبو الشيخ محمد الخطيب كان أحد العلماء، يمكن أكثركم تذكرون،
هذول عجم أبدا أخرجوا خلاص أهانوا كلهم. يعني حركة استعمارية صريحة مثل حركة طالبان ملا عمر إهمات ملا صدام. إن شاء الله تعالى حكومة إسلامية رئيس شيعي، الثالث أحزاب حرة، الرابع الحوزات العلمية الشيعية، الخامس عتبات. هل خمسة أمور إن شاء الله أدعو لها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يزيل صدام كما أزال ملا عمر، وكلكم ترجعون إلى العراق إذا شئتم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.